أنا طيب انا ودي اسال سؤال لجميع السفر الثلاثه أنا. خلكم حولنا السؤال الاول لمصفط ودي اعرف من استلمت السفاره اللي اليوم عطني وش سويت سواء انت او مع فريق دعمك او حتى في مجموعتك والله يا ابو غلا اول شيء الله يكتب الاجر سؤال الجميع ترى إيه؟ الله يكتب الاجر وباذن القضيه قضيتنا ما هي بس على السفراء لحالهم اي لا شك لا شك لا شك جميعنا كلنا متشاركين في الاجر مع جروبات دعمنا مع اهل الخير ونحثهم وان شاء الله باذن الواحد الاحد ان نفرح باكتمال الوقف. <applause> انا من استلمت السفاره وانا يعني زي ما تقول على ساق وقدم مع فريق دعمي الله يعطيهم العافيه ويبيض يستاهلون قدمنا مبادره مثل ما تعرف ما تعرف يعرفون المشاهدين ان افضل الصدقه سقيا الماء وايضا عندنا في وقفنا وقف ام الاوقاف وقف سقي الماء وقف سقيا الماء أه. فقدمنا مبادره باذن الواحد الاحد ان الله يكتب الاجر اللي هي وزعنا في المساجد وفي الاشارات وفي كل مكان قورير المويه يا سلام. فالله يكتب الاجر ان شاء الله وبتعاون مع فريق الدعم وباذن الله ان مستمرين لنهايه الوقف ونبدا وقف ثاني باذن الواحد الاحد والله يكتب الاجر يا سلام اذا نشكر يا جماعه فريق دعم مسلط على ما قدموا كونهم يا جماعه ما في الحديث افضل الصدقه الماء ياخذون هل هالماء اللي احنا نشوفه شيء بسيط عندنا وكل واحد يقدر يشرب مويه متى ما بغى لكن يا جماعه لما تروح عند اشاره او تروح في مسجد قد يكون اصلا موجودين كلهم يعني عندهم الماء لكن انت تتكلم على افضل صدقة الماء هم طبعا زام الله خير سووا فكره جميله وزعوا الماء ووضعوا على هذا الماء اللي هو ما يتعلق بالوقف فبيض الله وجيههم ونشكرهم حقيقه على هذه المبادره الطيبه فهم ساهموا في النشر وكذلك في انهم حققوا شيء من مثل هذه الاوقاف اللي هو سقي الماء ونسأل الله جل وعلا أن يكتب